خلينا نروح لكريم احمد مراسلنا في الجونه علشان ينقل لنا الصوره دلوقتي. وصل طبعا بعثتنا او وصل الفريق طبعا للجونه استعداد لمباراه بكره. كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك كابتننا الكابتن هاني رمزي، وكل التحيه طبعا لكابتننا الكبار كابتن محمد حشيش وكابتن عمرو الحديدي وكل جمهور النادي الاهلي. طمنا على فرقتنا، طمنا وصلوا بالسلامه، الاجواء عندك عامله ازاي، الاستعدادات، المحاضرات، تركيز اللعيبه، مباراه بكره مباراه مش سهله، وان شاء الله باذن الله التوفيق لفرقتنا. قول لنا الاجواء عندك يا كريم. بالتاكيد طبعا يا كابتن هاني، هو تحدي مهم وكبير جدا طبعا، يعني كل مباريات الجونه الحقيقه وتحديدا مع فريق الجونه بيكون فيها تحدي كبير جدا لظروف مناخيه، يعني بعيدا عن الفنيات، لكن انت عارف ملعب الجونه الهواء بيكون فيه شديد شويه، فيمكن دي بتكون محتاجه تركيز كبير جدا، محتاجه ان انت يكون عندك قرار مهم، تقدير الكره امر مهم جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله تكون مباراه موفقه لفريق النادي الاهلي. لكن قبل ما ابدا معاك يا كابتن هاني، يعني عايز انقل رساله مهمه جدا الحقيقه، يعني اكيد طبعا كلنا بنتمنى الشفاء العاجل طبعا لنائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ العامري فاروق، وعايز انقل لك هنا يمكن كل لعيبه النادي الاهلي الحقيقه والجهاز الفني بالكامل، الكل بيسالنا، الكل بيحاول ان هو يطمن، لان الحقيقه يمكن يعني معالي الوزير العام فاروق قيمه كبيره جدا جدا، بنتمنى له يا رب كل الشفاء ويعود من جديد كعادته طبعا، شعله النشاط اللي بيكون متواجد دائما في كل المحافل الحقيقه، الالعاب الاخرى، الالعاب الجماعيه مع فريق كره القدم. فيا رب ان شاء الله باذن الله تكون يعني هو ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن املنا كبير جدا في ربنا ان شاء الله باذن الله ان يكون من جديد معالي الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي متواجد في مكانه ويدعم كعادة النادي الاهلي. لو بنتكلم يا كابتن هاني عن المباراه، عايز اقول لك المعنويات مرتفعه جدا الحقيقه للاعيبه النادي الاهلي، المباراه الاخيره ويمكن السيناريو للمباراه، وان انت كمان المباريات المؤجله بتكون ليها تاثير كبير وبتكون ليها اهميه كبيره جدا في ظل الضغط الكبير للمباريات وللبطولات. فعشان كده اما بتلم النقاط بلغه الكوره في مباراتين مؤجلتين، هي مباراة يمكن اللي فاتت او المباراه القادمه وهي مباراه الجونه المؤجله من الاسبوع الرابع، بتكون يعني لها تاثير كبير جدا في ترتيب جدول الدوري، وكمان انت عندك توقف، فما بتنهي كمان المباريات بمكسب وباداء قبل توقف دولي، بيكون امر مهم جدا للاعيبه النادي الاهلي. عايز اكد على مستر كولر الحقيقه في هذه اللحظات في محاضره لفريق النادي الاهلي بالكامل، طبعا يمكن مستر كولر معودنا على هذه المحاضرات قبل المباراه ب 24 ساعه، وطبعا ميعاد المباراه بيكون في محاضره فنيه، لكن محاضره اليوم الراجل بياكد عليها طبعا، بيكون في معاه هايلايتس بشكل كبير جدا، بيحاول انه ياكد على كل نقاط القوه والضعف لفريق الجونه، ايضا كمان الاخطاء اللي وقع فيها النادي الاهلي في المباراه الماضيه، تمركزات، كل الامور الخاصه دي. فيمكن يعني ان شاء الله باذن الله يكون في استفاده كبيره جدا من اللاعبين لاعبي النادي الاهلي، لان مباراه الغد محتاجه تكاتف كبير، محتاجه روح كبيره جدا من لاعبي النادي الاهلي. زي ما بقول لك يمكن هو اللي هياثر شويه، ارضيه الملعب مميزه وشفناها اكتر من مره، لكن الهواء يعني في صعوبه كبيره جدا، وده اللي معروف هنا عن الجونه، لكن ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تكون يعني في قمه الاستعداد، في قمه التركيز كمان، لان المباراه هتفرق مع فريق النادي الاهلي بشكل كبير جدا. كمان يمكن هنتكلم قبل طبعا ما نتوجه الى الجونه هنا، يمكن كان في تدريب صباح اليوم على ملعب مختار التتشم، التدريب كان مهم جدا وكان قوي جدا، وشفنا الحقيقه حماس لاعبي النادي الاهلي في هذا التدريب، هي جرعه تدريبيه كانت امتدت لساعه ونصف، لكن الحقيقه مستر كولر نهى التدريب بتقسيمه في منتصف الملعب، الراجل بيحاول يطبق بعض الجمل التكتيكيه، الراجل بيحاول ان هو يشتغل في هذا الامر بشكل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي مباشره عقب انتهاء التدريب كان موعد الطائره في تمام الساعه 3 عصرا، يعني 40 دقيقه وصلنا الى الغردقه ومنها الى فندق الاقامه على طول. طبعا انت عارف يا كابتن هاني الامور دي بتكون محتاجه على طول تتخش تتعشى وبعد كده بتخش على المحاضره ومنها الى الغرف للتركيز الكبير جدا استعدادا لمباراه الغد. الامور طيبه بشكل كبير جدا لفريق النادي الاهلي، الامور الاداريه كمان كانت مهمه جدا ان انت فندق الاقامه يكون في ترتيبات مهمه جدا. فيا رب ان شاء الله باذن الله التوفيق يكون معانا ومع لعيبه النادي الاهلي ومع مستر كولر في اختيار التشكيل. عندنا غيابات، لكن يعني عشان ما حدش يجتهد في هذا الامر، عايز اقول لك ان اكرم توفيق الراجل ريحه رؤيه فنيه، الراجل شايف ان اكرم بيأدي بكل رجوله وبكل قوه وراجع من اصابه كبيره، فبيحاول ان هو ما يدلوش يعني دقائق كبيره جدا على مدار المباريات المضغوطه. ايضا كمان الرؤيه الفنيه الضاوي وصلاح محسن وعمرو السوليه، يمكن حتى هذه اللحظه خلاص عمرو دخل في التدريبات الجماعيه، لكن الدفع بيه في مباراه زي كده. دول يا كريم مش متواجدين مع الامور طيبه جدا يا كابتن هاني، دول اللعيبه اللي انت قلت عليهم دول مش موجودين، دول موجود في القاهره ولا موجودين مع الفريق؟ دول يعني دول المستبعدين يا كابتن هاني، بجانب طبعا علي معلول ورضا سليم ومتولي وكهربا طبعا للايقاف، لكن يمكن الناس اتكلمت اكرم مش متواجد ليه، ايضا كمان صلاح محسن الضاوي، الراجل بيحاول ان هو يوزع المجهود على الجميع، ضغط كبير جدا للمباراه، وزي ما بقول لك جديه اكرم ومجهوده الكبير جدا في المباراه الاخيره بتخلي مستر كولر برؤيته طبعا ان هو يحاول ان هو يجنب شويه اكرم توفيق في مباراه اليوم. محمد هاني متواجد بكل قوه، ايضا كمان كريم الدبيس الحقيقه بيأدي اداء مميز جدا، يعني انت عارف طبعا وكابتننا
عارفين يعني سكواد النادي الاهلي الحقيقه مميز جدا، عندنا لعيبه على قدر المسؤوليه، اي حد يكون متواجد في اي مكان لابد ان هو يؤدي بكل قوه، وده اللي معروف ومطلوب الحقيقه من لعيبه النادي الاهلي. فعشان كده بنطلب من لعيبتنا مباراه الغد تكون بشخصيه النادي الاهلي، بروح للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله تكون المباراه وثلاث نقاط من نصيب النادي الاهلي يا كابتن هاني. احنا ان شاء الله كريم متفائلين، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي باذن الله يحقق النتيجه الكامله بالنسبه للمباريات المؤجله. بنشكرك شكرا جزيلا كريم، كنت معانا من الجونه وطمنا على فرقتنا.